روبرت كيندي جونيور ينسحب من السباق الرئاسي وينضم لحملة الجمهوري دونالد ترامب في خطوة يبدو أنها أغضبت عائلته. I no longer believe that I have a realistic path to electoral victory in the face of this relentless systematic censorship and media control. كيندي انسحب من الاقتراع في ولاية أريزونا رغم أنه نجح بتقديم عدد توقعات يفوق المطلوب منه وأصبح مؤهلاً للظهور على بطاقات الاقتراع. حملة المرشح طلبت من محكمة بنسلفانيا إزالة اسمه من بطاقات الاقتراع، لكنه سيبقى موجوداً في ولايات أخرى كخيار ثالث لمن لا يرغب بالتصويت لترامب أو هاريس بحسب ما قال. المرشح الجمهوري دونالد ترامب أعلن عن ضيف خاص لتجمعه الانتخابي في غلاندل بأريزونا ليظهر كيندي على المسرح معلناً تأييده لحملة الجمهوريين. I don't think too many of you people have heard of him. He's very low-key. He's a very low-key person, but he's highly respected. He is a great person. I've known him for so long, for the past 16 months. Robert F. Kennedy Jr. الخطوة هذه أغضبت عائلة كيندي التي هاجمته ووصفت تأييده لترامب بالخيانة لمبادئهم، وأصدروا بياناً شددوا فيه على دعمهم لحملة هاريس وويلز.